السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا إن شاء الله عندي اليوم في القناة. إذا كنتم أول مرة كتشاهدوا القناة ديالي فمرحبا بكم، ما تنسونيش بلايك الاشتراك في القناة وكذلك تفعيل زر الجرس باش إن شاء الله أي حاجة حدثت عندي في القناة توصلكم. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة الرائعة رائعة جدا. هذه الوصفة هذه يعني حملت بها السيدة بعد 6 سنوات إن شاء الله من الانتظار. 6 سنوات وهي بطبيعة الحال يعني ما خلت من دارت من الوصفات، بزاف ديال الوصفات دارت، فجميع الوصفات دارتهم. يعني أي واحد كيقول لها شي وصفة كديرها، فبطبيعة الحال يعني بقات 6 سنين عادة باش يعني يسر لها الله ودارت هذه الوصفة هذه. فهي يعني كتبت ليا في يعني كتبت ليا بأنها بزاف ديال الوصفات، ما غاديش نقول لكم جميع الوصفات درتهم، وكانت هذه اخر وصفه دارت. يعني ما خلات من دارت خزامات الشيح البصله مع خزامه، فكانت هذه اخر وصفه دارت ان شاء الله. فكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، فمن نهار كيبغي الله يعني من نهار كيبغي الله يرزقك شي حاجه فتا واحد ما كي يحبسها عليك. بطبيعه الحال هنا كما كيبان لكم يعني المكونات اللي دارت، كدارت حب الرشاد كما كيبان لكم. فحب الرشاد رائع رائع جدا للسيدات اللي عندهم المشكل ديال البروده الرحم، يعني اللي عندهم البرد القديم في الرحم. فحب الرشاد من احسن الاعشاب الرائعه الرائعه جدا ان شاء الله لبرد الرحم. وكذلك استعملت الحبه السوداء اللي بطبيعه الحال حنا كنديروا يعني كان عندنا الاسم ديال اللي هو السانوج، فهي اللي استعملت هو هذا حبه سوداء كما كيبان لكم. هذا هو الشكل ديالها، فراه رائع رائع جدا للسيدات اللي عندهم مشكل ديال المخزون ديال البويضات. فحب الرشاد حبه السوداء فراه رائعه. وبطبيعه الحب الرشاد فهو كيكبر لنا البويضه، كيخصبها وتهيئها للحمل، وفي نفس الوقت كينقي لنا الرحم، تيحيد لنا ديك البروده او ديك الاوساخ اللي كتكون عندنا في الرحم. فوصفة رائعة، وصفة إن شاء الله أكثر أكثر من رائعة. وهذا السبب، هذا هو السبب اللي دارت بطبيعة الحال هذه السيدة. فاش ما دارت يعني أخذت كأس ديال الحليب، هانتوما يعني كما كيبان لكم كأس ديال الحليب، درت وهزت شي كسرونة أو أي حاجة عندكم كتغليو بها. أنا هنا غادي ندير هذا الإبريق هذا. خدات كأس ديال الحليب، وبطبيعة الحال غادي دير ملعقة ما ملوئاش من الحبة السوداء، وملعقة عامرة من الحب من حب الرشاد. هانتوما بطبيعة الحال خاصو يتنقرا، نقيت هاد شوية هذا، نقيوها بطبيعة الحال، نقيو الحبة السوداء عاد باش ديروها. صافي هنا كيما كيبان لكم يعني كناخد ديك ملعقة ما ملوئاش بزاف ديال الحبة السوداء، وبطبيعة الحال ملعقة كبيرة، ملعقة كبيرة صغيرة ولكن تكون عامرة عامرة ديال حب الرشاد. هانتوما كما كيبان لكم صافي ان شاء الله هذا في كأس ديال الحليب. صافي ان شاء الله ونديرو فوق من البوطة حتى كيغلى لينا، ملي كيغلى صافي تنحيدوه من البوطة كما كيبان لكم. صافي كنحركوه مزيان، ملي نحركوه تنخويوه في شي كأس، من نخويو في شي كأس وتنخليوه بطبيعة الحال نخليوه واحد ساعة تقريبا، يعني ساعة عادة باش ناخدو بحال مثلا يعني نصوبوه على حسب الوحدة. إلا كنت كتنعسي مع 9 صوبيه مع 8، كنت كتنعسي مع 10 صوبيه مع 9، المهم ساعة قبل من النوم يعني نصوبوه باش نشربوه. وديك الساعة إن شاء الله بطبيعة الحال يعني منين كتشربيه صافي كتنسي بطبيعة الحال. هنا كما كيبان لكم فغادي نحركو مزيان ونخويه في الكأس على هذا الشكل. هذا نخوي بكل شيء ديالو، بحب الرشاد ديالو، بحب بالحب السوداء، هذاك الشيء يبقى فيه يعني ناكلو عادي ما فيه حتى شي اشكال. صافي كنخلطوه كما كيبان لكم ونغطيوه ونخليوه واحد ساعة ومن بعد نشربو. هذا الشيء اللي دارت هذه السيدة هذه. وبطبيعة الحال قالت لك بعد 6 سنوات الحمد لله كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، كل واحد واش من سبب يعني جاب ليه الله. فهاد السيده يعني السبب ديالها جاب هاد الوصفه هذه، فان شاء الله بغيت نشاركها معكم لانها وصفه رائعه، وصفه قويه قويه اللي عندها مخزون البويضات يعني ما ممكنش من عدم. فحب
السوداء فراه رائعة، كذلك لتكبير البويضة فحب الرشاد، ولبرودة الرحم ولتنقية الرحم. فإن شاء الله هذه هي الوصفة اللي حبيت أنني أشاركها معكم، وصفة رائعة، وصفة أكثر من رائعة. فإذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك، وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وبسلام عليكم.